يمر خط بالنقطتين 0 مع 6 و 6 مع سالب 3، والمطلوب إيجاد معادلة هذا الخط بصورة نموذجية لتقاطع الميل. لدينا فقط ثلاث طرق مختلفة لكتابة نفس المعادلة، فإذا أعطيتني واحدة منهم يمكننا التلاعب بها حتى نحصل على الأخرى وحتى تعلم ما هي نموذج نقطة الميل. دعونا نفترض النقطة X1Y1 حيث تساوي 1 مع 1 وتقع على الخط، وعندما يضع أحدهم هذا الرمز الصغير هنا فإن هذا يعني أننا نتحدث عن متغير يمكنه أخذ أي قيمة. إذا كتب أحدهم X1 و Y1 فهذا يدل على قيمة معينة لX أو ربما إحداث معين وقيمة معينة لY، وسنرى هذا عندما نحل المثال. لكن نموذج نقطة الميل يفيد بأن أنظر إذا كنت أعرف نقطة معينة وإذا كنت أعرف ميل الخط، فسيكون نموذج نقطة الميل لذلك الخط هو Y ناقص Y1 تساوي M مضروبة في X ناقص X1 على سبيل المثال. إذا كانت هذه النقطة سالب 3 مع 6 تقع على الخط، أي y ناقص 6 تساوي m مضروبة في x ناقص سالب 3. إذن هذه قيمة معينة لـ x وقيمة معينة لـ y، يمكنها أن تكون سالب 3 مع 6. إذن هذا هو نموذج تقاطع الميل y تساوي mx زائد b، حيث أن b عبارة عن تقاطع y والميل هو m. الخط يقاطع محور y، ما هي قيمة y عندما x تساوي 0؟ ثم إن الصورة النموذجية هي ax زائد by تساوي c، حيث أن هذان عددان لا يحتاجان لتفسير، فهذا يظهر مباشرة من التمثيل. إذن دعونا نفعل هذا، دعونا نجد جميع هذه الصور. علينا إيجاد الميل أولا، وعندها سيكون نموذج نقطة الميل مباشرا جدا 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 كي نقوم بحسابه. إذن حتى نذكر أنفسنا، الميل أي M يساوي مقدار التغير في Y مقسوما على مقدار التغير في X. الآن ما هو مقدار التغير في y؟ إذا اعتبرنا أن هذه نقطة النهاية، إذا تخيلنا أننا ننتقل من هنا إلى تلك النقطة، ما هو التغير في y؟ حسنا، لدينا نقطة النهاية وهي 0، أي أن y كان على 0 و 6. إذا نقطة النهاية لy هي 0 ونقطة البداية هي 6. ما هي نقطة النهاية لx أو إحداث X؟ نقطة نهاية X هي 6. دعوني أوضح هذا حتى لا أربككم. لدينا هذا الصفر وضعناه هنا، ولدينا هذه 6 وهي كانت نقطة البداية لـ Y، هذه 6 هنا، ومن ثم نريد نقطة النهاية لقيمة X، هذه 6، ونريد أن نطرح منه قيمة البداية لX. حسنا، نقطة البداية لX موجودة هنا، إنها سالب 3. وحتى نتأكد من أننا نعلم ماذا نفعل، هذه السالب 3 هي هذه السالب 3. إنني أقول إنه إذا انتقلنا من تلك النقطة إلى تلك النقطة ستقل قيمة y لتصبح 6. انتقلنا من 6 إلى 0، إذا نحصل على سالب 6، وهذا منطقي، انتقل قيمة y لتصبح 6. وإذا انتقلنا من تلك النقطة إلى تلك ماذا يحصل لـ x؟ انتقلنا من سالب 3 إلى 6، يجب أن ترتفع القيمة لتصبح 9، وإذا حسبت هذا تأخذ 6 ناقص سالب 3، وهذا يعادل 6 زائد 3 أي 9.
كم يساوي ناقص 6 على 9؟ حسنا، إذا كنت بتبسيطه يساوي ناقص 2 على 3. نقسم كل من البسط والمقام على 3، إذن هذا هو الميل ناقص 2 على 3. والآن نحن جاهزون لاستخدام نموذج نقطة الميل. لدينا نقطة، يمكننا أن نختار واحدة من هذه النقاط. سوف أختار سالب 3 مع 6، ولدينا الميل لنضعها إذن في نموذج نقطة الميل. إذن نموذج نقطة الميل، كل ما علينا فعله هو أن نأخذ أي من هذه النقاط. سأخذ هذه، إذن y ناقص 6 تساوي الميل هو سالب 2 على 3. إذن إحداثي x ناقص x، أي x ناقص سالب 3، يمكننا تبسيطها قليلا. هذه تصبح y ناقص 6 تساوي ناقص 2 على 3 مضروبة في x زائد 3. هذا هو نموذج نقطة الميل. الآن يمكننا التلاعب جبريا بهذا لنضعه في نموذج تقاطع الميل. لنفعل ذلك دعونا نكتب تقاطع الميل باللون البرتقالي. إذا لدينا تقاطع الميل، تقاطع الميل، ماذا يمكننا أن نفعل هنا حتى نبسط؟ يمكننا أن نضرب ناقص 2 على 3 ونحصل على y ناقص 6 تساوي ناقص 2 على 3 x ناقص 2. إذن قمنا بتبسيطها. والآن حتى نحصل على صيغة تقاطع الميل علينا فقط أن نضيف 6 إلى كلا الطرفين، فنتخلص منه على الجانب الأيسر. إذن في الجانب الأيسر من المعادلة يتم حذف هذان، وأحصل على y تساوي ناقص 2 على 3 x ناقص 2 زائد 6 تساوي 4. إذن حصلنا عليه هنا. هذا هو نموذج تقاطع الميل mx زائد b، حيث b هي تقاطع y. الآن آخر شيء نحتاج لفعله هو أن نضعها على الصورة النموذجية. ومرة أخرى علينا أن نتلاعب جبريا بها حتى يصبح الx والy كلاهما على هذا الجانب من المعادلة. إذن دعونا نضيف لطرفي المعادلة 2 على 3 x. سأبدأ من هنا، y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد 4. إذن دعونا نضيف 2 على 3 x لطرفي المعادلة زائد 2 على 3 x. إنني أفعل هذا حتى لا تبقى الاثنين على 3 x على الجانب الأيمن. إذن الجانب الأيسر من المعادلة هو ماذا سيصبح في هذه الحالة؟ إذن 2 على 3 x زائد y، يتم حذف هذه هنا. إذن تساوي 4. إذن حصلنا على الصورة المثالية. إذا أردنا أن نجعلها تخلو من الكسور، فيمكننا أن نضرب طرفي المعادلة بثلاث. إذا فعلنا هذا على ماذا سنحصل؟ 2 على 3 x ضرب 3 تساوي 2 x، y ضرب 3 تساوي 3 y، ثم 4 ضرب 3 تساوي 12. إنهم نفس المعادلات، ضربت كل عبارة بثلاث. إذا فعلت هذا في الجانب الأيسر فيجب عليك أن تفعله للجانب الأيمن. وبهذا نكون قد حصلنا على الصورة النموذجية.